راح صاحبي نديرو ذاك السمولودي يعني بلي راح نديرو ارترا سبرقاد وجده بريقاد وجده تابعين الحضور ديالكم انا شنو تقول لي الحضور السلام عليكم الحضور نتاعنا هو في نادي ديبلاسيو محمديه مع الفريق نتاعنا مولوديات وجده جينا ولقينا هاد المظاهره هادي ديال فلسطين حنا كنضامنو مع فلسطين وحنا مسلمين ويا دولة يا دولة وشدي بينا سفتنا فلسطين حرب وسائلة ديما مولوديات وجدة خاطر الجيفة سادية وبناء الدجاج حنا تانو شنو رسالتكم الجيل ديال كاع العالم كاع التحدو السخور حنا كاع متحدين مع فلسطين حنا تاني هود الوجدة غادي نبلبلوها ومتحدين مع فلسطين حنا متحدين مع فلسطين حنا فلسطين حرة وناس ناسينو ريد ريد ديما فاصل لا اليوم جينا وقفوا مع هاد الناس راه عندنا الماتش ماشي في المدينه لا ماشي في الرباط في المدينه جينا نوقفوا مع هاد الناس هادو حيت راهم كيوقفوا مع قضيه العالم هي فلسطين راه كل الدول محتله الا فلسطين فلسطين غادي تتحب وكان ما نوقفوش معاهم حنايا راه ما كانش نوقف معاهم وكان ما نوقفوش معاهم راه غادي ياخذونا حتى حنا القضيه راه غادي تجي واحد النقطه حتى حنا غادي يدخلوا علينا غادي بقى يديك شويه موجدة شويه طانش شويه غادي تولي حتى المغرب غادي تصرالها هاك الا خصنا نوقفوا هاد الناس عند حدهم من دابا ماشي حتى تكبر القضيه ويدوا فلسطين يدوا كاع الدول تولي ما تبقاش كاع شهر اسرائيل في العالم اسرائيل كاع ما كايناش راه شويه من شويه من شويه من امريكا السلام عليكم شنو رسالتك للجزائر ترا باش انهم يناصروا القضيه الفلسطينيه الرساله ديالي نزور الحرامه والميساجات ميساجات تكونوا قيم سطاف وصافي راه شي حاجه اللي غادي غير سطاف اللي غادي تبان غادي دير الميساجات والطنطارات راهم قايمين بالواجب فلسطين حرب وصايا